хотел бы еще раз выразить искреннюю признательность президенту Алжира. وتربط بين بلدينا علاقات من المودة والصراحة والصداقة، وسوف نحتفل بمرور ذكرى 60 عام في هذه السنة، مما يصادف الاحتفالات المكرسة لمرور ذكرى 60 لاستقلال الجزائر. وبناء على حرصنا لتطوير العلاقات على المجال السياسي والتعاون التجاري والاقتصادي والعسكري والفني والثقافي والإنساني، أكدنا لسيادة الرئيس دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأن يقوم بزيارة إلى موسكو. والآن شكل أساس لعلاقاتنا الثنائية البيان للتعاون الاستراتيجي المؤرخ بسنة 2001، واليوم أكدنا على ضرورة العمل المشترك لإعطاء لتعاوننا الثنائي التابع الأكثر استراتيجيا، وذلك من خلال التوقيع والتمهيد أولا للوثيقة الجديدة قد يكون أساس لعلاقاتنا الثنائية من هذا النوع. وأكدنا كذلك وأشرنا إلى الارتياح حيال التطور للعلاقاتنا الثنائية، حيث وصل حجم التبادل التجاري خلال السنة الماضية 3 مليارات دولار، وعندنا فرص للتوصل إلى آفاق أوسع من ذلك. وهناك اهتمام من قبل شركات روسية لتطوير علاقاتها مع الشركاء الجزائريين في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة والتعدين والاستكشاف والصيدلانة، وإن كل هذه المسائل سوف تشكل جوهر المناقشة لجلسة القادمة للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، من المزمع عقده في القريب العاجل في الجزائر. وناقشنا كذلك التعاون في مجال العسكري والفني والتنسيق اللاحق في هذا المجال، ونحن في روسيا نقدر تقديرا عاليا الثقة الموضوع من قبل السلطات الجزائرية بالتعاون في هذا المجال. وكذلك اتفقنا على الخطوات اللاحقة للتعاون في المجال الإنساني والثقافي والتعليمي، ونحن من جانبنا مستعدين لتقديم للأصدقاء الجزائريين المزيد من المنح الدراسية لتلقي علوما في جامعات تعليمية روسية. وناقشنا آخر الملفات على المستوى العالمي والمزيد من التنسيق المشترك من شأنها على مختلف المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، وكذلك مختلف المحافل المتخصصة، بما في ذلك منتدى الدول المصدرة للغاز وإطار أوبيك بلس. وميزة إضافية تميز علاقات بين روسيا والجزائر هو أن كلا البلدين هما عضوان في مجموعة الأصدقاء لميثاق الأمم المتحدة، ونحن نرى آفاق واعدة لعمل في هذا الإطار. وقبل كل شيء يدور الحديث حول مبدأ المساواة في سيادة الدول المثبت من قبل ميثاق الأمم المتحدة، ونحن كما هو الحال مع الجزائر لصالح هذا المفترض، ولكن هذا العامل يتم تجاهله من قبل الولايات المتحدة وحلفائها. وبلغنا الطرف الجزائري حول آخر التطورات في إطار العملية العسكرية الخاصة التي تشنها روسيا بشراكة مع المجندين من إقليم دونباس، ونحن نقدر تقديرا عاليا الموقف الجزائري المتزن وموضوعي حيال التطورات في أوكرانيا، سواء كان في العلاقات الثنائية أو في مختلف المحافل الدولية. شكرا.